كم وكم من الناس هلأ مهمومين، كم وكم من الناس مهمومين ومكروبين وحزينين. هل يوجد حل للهم والغم والحزن؟ شوف النبي شو عم بيقول: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء أيسرها. أيسرها شو؟ الهم. أين أنتم من هذا؟ تلاقي الواحد مهموم، لحيته هيك، عيونه سود، تحت عيونه سود، تطلع بتيابه مهموم مكروب كأنه جبل من الهم على راسه. شو بك؟ ثم بتطلع شو عم بيقولك؟ سفاسف الأمور. لك ما هذا الذي أهمك بالنسبة لبلاء غيرك؟ ما هذا الذي أهمك بالنسبة لبلاء غيرك؟ بالنسبة لبلاء غيرك كلا شيء، كلا شيء. وبتلاقيه مهموم. طب في حل؟ نعم. شو هو يا أبو آدم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بيقين. انتبهوا، هذه كلمة يعني لها معنى كبير. بيقين، بيقين إنه شو؟ النبي صادق أمين. النبي ما قال أقلها الهم، دواء لتسعة وتسعين داء أقلها الهم. فأنا لما أقول لا حول ولا قوة إلا بالله على يقين إنه أنا حتنحل، هلا حبطل مهموم إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. كم مرة اذكر؟ شو المشكلة؟ 100 200 300 مرة اذكر. أنفاسه عم بتروح، خليها تروح فيما يعود عليك به الثواب.